يا ابو مسفة انت حظك انت حظك يا مرة بعد اذنك لبه تفضل. هذه ثاني مره يا ابو البراء اللي هو ما طلعت صورتي الا اخر واحد تو مطلعين الصور ثاني مره كنترول. اعداد انا مسلف ايه؟ انا مسلفك ايه؟ انا مسلف عين حاقد انت علي ايه؟ اللي بعده اللي بعده ثاني مره يا ابو البراء ابو البراء ثاني مره اطلع اخر واحد الخبايا اللي راحت حاقد علي جاء ايه على شكلها صدق اني جاثوم هل انا جاثوم انا اتمنى اللعبه الجايه خبايا يكتبون الجاثوم اعطيك راشد اذا عندك جاثوم ابو البراء ما يبلع اقول العب قبل والله ما يبلع ابو البراء خيش عشانك ابو البراء والله يا عشان لا قسم بالله جلسك عاد والله كم كنت تطلع صورتي توه يطلع صورتي يا حبيبي لب ما تبغى تلعب انا جلسك والله عشان ما تبغى تيجي انا جلس انا ما انا تبغى تمشي برا القناه انا ما اقصدك ابو مسفر معلم حاجه لبي انت رجال تشرف من خلفك منهم شيبانك وهالك واخوانك وربعك وجماعتك ومحبينك فش هذا ما راح ياثر فيني لو جلستك وقلت لا مو انت انا ما اتكلم عنك يا ابو عرفت حبيب قلبي فشين خيرا يا ربي فشينا تضارب القحطين على الهواء ترى يعني لا انت ايش تعمل براي طيب محمد مسفر اعطونا المسارات لمحمد مسفر واخر متسابق بالبضم اعداد بالبضم على البضم اذا ما طلعت صورتي ثاني مره ها اذا ما طلع صورتي والله نخليك باربع سنون والله نخليك باربع سنون مو بوسن هيا هيا افلح ما في بوسن باربع سنون اختار مسار اللي تبي اعلى ذوق لا اختار بسرعه نص ونص السؤال يقول مدري معلش مدري اعطونا مدري يلا 400 السؤال يقول من هو من اول من اطلق على اللغه العربيه لغه الضاد المتنبي البحتري جرير ها من هو اول من اطلق على اللغه العربيه لغه الضاد المتنبي البحتري جرير بسرعه معنى كم الضاد ايه 10 ثواني يا المتنبي يا الجرير بسرعة اختار هدوء لا الجرير جرير متنبي جرير هو اختار مدري خلنا نشوف وش يطلع له إجابة خاطئة للأسف هو المتنبي وجه النكبة هدوء والله هدوء الإعداد أعطونا الخبير هدوء تدبي نقاط السؤال إذن سالب 800 حبيبنا أنا إي والله سالب 800 للأسف لأن إجابتك خاطئة أبو مسفر بيض الله وجهك شكرا لك يا أبو مسفر جود على أعزائي المشاهدين وصلت مع النجوم الرائعين رجل إلى نهاية هذه الحلقة الجميلة اللطيفة ولكن